وفي السياق ذاته أكدت سعادة السيدة حنان محمد علي عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت على الجهود التي تبذلها لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب من خلال عملها للحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي عبر تفعيل عمل اللجنة على أرض الواقع. حقيقة هذه التجربة في ظل الرعاية الملكية السامية قابلة للتطور أكثر وأكثر إذا ما تكاتفنا جميعا من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات عبر مشاركة جميع شرائح المجتمع البحريني بلا استثناء. هذا من جانب. أما من جانب دور لجنة المرافق بشأن البيئة وكوكب الأرض بشكل عام، فإن اللجنة اتخذت موقف حازم بشأن الحرص على حماية البيئة وعدم تضررها جراء المشاريع العمرانية الجديدة. ومن خلال لجنة المرافق نسعى لدعم وتطوير المنظومة التشريعية البيئية الوطنية بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية بالتنسيق مع الحكومة المؤقرة. اليوم مملكة البحرين منضمة إلى أكثر من 40 اتفاقية ومعاهدة متعلقة بالحفاظ على البيئة وأبرزها اتفاقية باريس للمناخ. كذلك قامت الشعبة البرلمانية بالمشاركة بالعديد من في المؤتمرات في مجال تغير المناخ، وتم إصدار قانون رقم 7 لسنة 2022 بشأن البيئة. فبالفعل هناك جهود مبذولة عديدة في سن التشريعات للحد من التلوث البيئي، وكلها محل تقدير واعتزاز.